المطاحن الأولى في العام 2023 ميلادياً، العام الذي أدرجت فيه الشركة كأولى شركات المطاحن السعودية في السوق المالية السعودية تداول، وانطلاقاً من شعارها نحو آفاق جديدة للنمو الذي يعكس أهدافها ورؤيتها واستراتيجيتها الطموحة. شهدت الشركة منجزات غير مسبوقة في كل من الجوانب التشغيلية والمالية، حيث حققت أعلى مستوى للنتائج في تاريخها، فبلغت الإيرادات حاجز 964 مليون ريال بارتفاع قدره 5.5%، وصافي أرباح عند 220 مليون ريال بهامش 22.8%. تمتلك الشركة 4 مصانع تغطي جميع أنحاء المملكة بطاقات إنتاجية يومية عالية لمنتجاتها التي وصلت لأكثر من 50 منتجاً، تقدمها لنحو 7500 عميل بحصة سوقية تتجاوز 30%. كما تم تحقيق العديد من المستهدفات الاستراتيجية الطموحة للشركة، سعياً من خلالها بأن تكون الاختيار الأول للشراكة في قطاعي الأغذية والأعلاف في أنحاء المملكة كافة، والمصدر الموثوق للمنتجات الحيوية للمجتمع والسوق من خلال تقديم منتجات مبتكرة ذات جودة عالية، ومساهمة بشكل فاعل في توفير مصادر الغذاء واستدامتها. نحرص بأن تكون على رأس الهرم الاستثماري للباحثين عن الاستثمار الآمن والفعال، ومستمرين نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الطموحة.